ميري كريسمس عزيزي المتابع وهابي نيو يير، سنة جديدة على الأبواب، واليوم هو يوم رأس السنة. طبعا يوم رأس السنة ما راح نقطع من دون قصة، قصة تليق بهذا اليوم. سنة معفنة بين 60 كلب، ولكن عديناها بخيرها وبشرها. ضل علينا بس نمضي 100 سنة الباقية، خلاص أمورنا لوز. انبسط عزيزي المتابع، خلصت السنة. تحكوش ليه؟ حتى هاي ما بتزمر. ايش السنة المعفنة هاي؟ لن يوقفنا شيء، نحن مستمرون. عشان هيك اليوم عندي قصة لك، اقضي لك السهرة وزيادة، ما راح اضيع لك وقتك، ونبلش مباشر بالقصة. حطنا لايك اول شيء ولن تندم. 31/12 يوم راس السنة، فؤاد بن عمتي وعدني انه يدخلني على اكبر حفلة فنان بالوطن العربي. حفلة فنان على أكبر حفلة لفنان بالوطن العربي، مطرب تعودنا عليه جيل الثمانينات والتسعينات وربينا على صوته. حلف الأمر طلع كذاب طبعا، روحي يا نسمة بس رجعي مو تسحبي علينا، سهرت الليل وأغاني كتير، وانت حاليا عرفت عن مين عم نحكي، سلطان الطرب جورج رسوف. هالفنان أنا عاشق له. طبعا راح تقول انت راح تحضر حفلة جورج رسوف؟ انت يا أندبوري يلي بتشتغل الشهر كامل لتطلع نص تكت حفلة جورج رسوف، راح تحضر اليوم الحفلة وبرأس السنة؟ اصبر معاي. مو بس هيك، الحفله كانت تجمع جورج وسوف، شيرين عبد الوهاب، فارس كرم، حفله ضخمه، ناس اللي حاضرين كلها سياسيين وفي اي بي. وبترجع انت بتقول لحالك وانت يا اندبوري ايش تحشك بيناتهم؟ تيكت ايزي، خليك معاي. طبعا انت معك حق، تكلفه التيكت على الشخص الواحد 400 دولار، وفؤاد هو مو حاتم طي لحتى يدفع عني 400 دولار ويدخلني على حفله لا يحقق لي حلمي الوردي. يعني لو كل هالقد كريم لكان دفع حق فنجان القهوه اثناء ما نحن عم نحكي بهاي السيره. طبعا انا بلشت اخربطك، لا تخاف، اضغط على زر اللايك ورح تفهم كل شيء بظرف دقيقتين. فؤاد بن عمتي بيشتغل بشركة إضاءة، شركة اسمها مغربل لايت. هاي الشركة هي المتعهد الأول ل 80% من حفلات رأس السنة يلي بيسووها الفنانين الكبار. طبعا هو كموظف مسموح له يفوت على الحفلة ليمارس عمله الطبيعي، وأغلب الموظفين ممكن يشوفوا الحفلة ويستمتعون بوقتهم القليل. لذلك كانت فكرته أنه يدخلني على أساس أنا واحد من الموظفين، وهذا كان كلامنا الصبح في 31/12 ونحن عم نشرب قهوة قدام فرن عمي. خبرني أنه الحفلة راح تبلش بين الساعة 10 لل 11، وبعدها تقريبا بساعة راح يتصل فيني ليخبرني من أي باب أدخل، بيكون هو مزبط الأمور طبعا جوا، وبدخل أنا على أساس أني موظف. والشخص اللي كان مرافقني بالسيرة جركز ابن عمتي، أخوه لفؤاد، عنده تجربة سابقة بالموضوع داخل السنة الماضية. مشت الخطة كالتالي، نزلنا على ساحة النجمة بمركز المدينة جركز وأنا، وحضرنا الألعاب النارية يلي بيسووها كل سنة على الساعة 12. خلصت الألعاب النارية، نحن حاليا بانتظار مكالمة فؤاد. عدت أول ساعة، عدت أول ساعة وربع، عدت ساعة ونص، وأنا على أعصابي ناطر مكالمة لحتى أروح على الحفلة الزفت. لكن ما في مكالمة، بلشت أفقد الأمل، شكله ضحك علينا. خلص أكلنا الكم، ضلوا ساعتين الصبح يحكي لي عن جمال الحفلة وأنه اليوم رح يتحقق حلمي. وآخر شيء واقفين بالشارع، لا حدا معبرنا، والهيئة راجعين على البيت. وطبعا أبشع شيء أنه حدا يوعدك وانت تنتظره طول الوقت وما يوفي بوعده، اخر شيء يتصل فيك ويقلك اوكي عفوا ما بحسن. بس ليزيد الالم اكثر، فؤاد اتصل فينا على التليفون وقال لي اسمع صوت جورج وسوف عم يغني حاليا. اوكي بس للاسف انا ما بحسن ادخلكم، الموضوع صعب كتير. صعب كتير؟ بس نحن ما لنا اشخاص بسيطين ومنرضى بالهزيمه من اول مره. لا، جركز خطرت على باله فكرة جهنمية اللي هي انه نفوت من تحليل شخصية موظفين من الشركة. وهي الفكرة لها نتيجتين. النتيجة الاولى، يا اما راح نفوت ونعيش احلى حفلة راس السنة بحياتنا وما ننساها ابدا، يا اما راح ننمسك على البوابة ونضل ناكل كفوف لنوحد الله. بس الموضوع بيستاهل. اخذنا تاكسي ورحنا باتجاه صالة البيل. وصلنا وبلشنا نسمع صدى صوت مطربين العرب، المطربين المشاهير. بلش التوتر يزيد ويرتفع الأدرينالين، 2 شحادين أندبوريين رايحين يحضروا أكبر حفلة بالوطن العربي. تخيل نفسك أنت شايل 20 دولار ورايح تحضر حفلة التيكت تبعها بس حقه 400، بس طبعا كان معنا أجار التاكسي. وصلنا على بوابة الصالة، كان في 3 سيكوريتي واقفين على الباب. نفس عميق، شدينا ظهرنا، خدنا وضعية المقاتل تنكي واقتحام.
كل ثقة نفس ما في to be or not to be، يا رح تزبط يا رح تفشل. شينا صوب الباب قلنا لهم اسم الشركة وفتنا مباشر وبكل ثقة نفس، ولكن اي وقف عندك تعال هون. اي ما قلنا لك شركة مغرب اللايف يا حبيبي، شركة الإضاءة نحن، وعم نحكي معه ونحن ماشيين لجوا كأنه نحن أولاد صاحب الصالة. سيكوريتي صراحة لسه عم بفكر بالموضوع أنه لازم يوقفنا ولا إيش الموضوع، غريب ماشيين قطعنا السيكوريتي قطعنا البوابة، نحن حاليا بالحفلة. مستوعب تعرف هذا الشعور وقت اللي أنت بتطلع برفيقك وعيونك رح يبزوا من مكانهم ومتحمس، رفيقك نفس الشيء عم بيطلع فيك وعم بيقول لك إيش الموضوع وبدك تظهر حماسك، ولكن بتقله مش ولا كلمة لنوصل وتكبوت كل شيء جواك مشان ما تنكشف. دخلنا الحفلة، جورج وسوف عم يغني على ايدي اليمين، انا موجود بحفلته لاول مره بحياتي، شعور لا يصدق، ولك رح يغم علي من الفرحه. ايه وين رح نروح حاليا؟ في كان كتير طاولات ومعازيم والطاولات مفروشه من كل شيء، ولحسن حظنا كان في طاوله لشخصين فاضيه ما عليها ولا حدا، قعدنا على الطاوله. الطاوله طبعا مفروشه من كله حلال وحرام، واطلب اللي بدك اياه، القراصين عم يمشوا مثل النحل. حفله في اي بي بحياتي ما شفت مثلها. احنا هون لساتنا ضمن مرحلة التوتر، ما احنا عارفانين انه عن جد احنا فتنا على الحفلة من دون ما ندفع من دون مساعدة فؤاد. الموضوع كان صعب الاستيعاب، ولكن نحن بقلب الحفلة شريك. اول شغلة بعد ما تمركزنا على الطاولة فكرنا فيها اللي هي اشوفك اذا مركز، اذا كنت عم بتقول انه نطلب شيء فانت غلطان، بس اذا فكرت انه لازم نتصل بفؤاد برافو عليك. اتصلنا بفؤاد وقلنا له يا فؤاد شو اخبارك، اسمع وبلشنا نسمعوا الاغاني تبع الحفله. يا عيني على الشعور، واجر رسمي شلون فتوا يخرب بيتك، شلون فتوا ابنه لصاحب الشركه حاول يفوت وما فات، ما سمحوا له لانه هو مو موظف ونحن ولا شي دراسي. مهم قاعدين نحن على الطاوله اكل وشرب عم نسمع لجورج والسوف ولفارس كرم ولشيرين وفؤاد واقف هنيك بمكان ما عم يتفرج، ونحن مبسوطين ونسوي له كل شوي باي وتشوفنا تتعلم شو تضحك علينا. وهيك ودعنا راس السنة بحفلة رائعة وشعور بالنصر. عشان هيك إذا في حفلة حواليك شيل حالك وروح وحاول، يا بتأكل لك كفين يا بيمشي حالك، أو الأحسن إنك تفوت على الفيديوهات السابقة وتحضر القصص اللي أنا بسويها وتسلي حالك وتنبسط. إن شاء الله سنة سعيدة عليكم وعلينا، وإن شاء الله السنة الجاية تكون سنة خير بعيدة عن الأوضاع اللي مرينا فيها هاي السنة. حاليا نزول اشترك بالقناة واتمنى لنا سنة سعيدة، واكتب لنا أمنية بتتمناها لسنة 2021. تحياتي وتصبحوا على خير. زمري يفضح أخت اللي نفضك زمري.